سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابي المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف في القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أنعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلاة صلوات
حسن الختام. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي. يا الله ببركة الهدي محمد. يا الله واعطينا ما قد سألنا. يا الله من عطاياك التسام. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي. يا الله ببركة الهدي محمد. يا الله واكرم الأرواح منا. يا الله بذكر خير الأنام. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي. يا الله ببركة الهدي محمد. يا الله وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا الله ربي اغفر لي ذنوبي. يا الله ببركة الهدي محمد. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية عقودة توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العمل فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهت الرحال فتغشها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن الغرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بدارك سيد الكونين وأشرف الثاقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتبائه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرينا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع أقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف لهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك وصدقي في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منا بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.